اسمع اسمع اكزودي عزان تي من سوي النون تي هو فولكي دوفرا ار كنس براك غسيس نغصا نمسكير نمزروي تكلتاد ان يلك منخ الا ديان ووري كخثار غيوريك نينامورن اللي فلنين تي مثار غبراز نتووري نتقراوت تغرمان تدلبرلمان التوسان داريت زنيت ولا قادير ولا تميزار نسوس ستويزينز يمزدغن تمسمونين دي مازال وفولكي اسكرت ووري تخثارت افاد اي تزنيت دمستي ولان ادفيني زرفان تودرت الينا الدور انفقان اما غفاد دي طي زرفان اللي غلا اسمو تزرفت تنقدايت غيري مغاربين ما من هكايا امدو نعبد لطيف وعمو غبراز نتورينس تسرتانت ما من كاسيو صغو سكير نمزرو ينتمازير تنخ انسلا اما يتيني فتورينس ولا توقاني نقان لديسنيا الكامنين ارغاز بستين شلحيت نزهرت يعني التنمية باش تزهر تمازيرت باش تفلكي تمازيرت جميع المجالات الاقتصاد جانب الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا الثقافي ولا البيئي زغلي غتسنا إكاتين إيقا يون بداد غوكا بارنغ دي كاتين إيقا يوفقانا نداري الله وفي السايق وفي سنسا دي قا يوم السان نداري الله يودور بهرام قورن يعني متقف كفاعلين جمعويين لقليت نتفا لقليت نرى أرت نتفا لقليت نرى حمس تطير الورشات والنقاش وكذلك احترفوا لأننا يعني ممكن نخدم حل جانب احترفوا على مجال محمية قال المحيط الحيوي دائما دعما سي إيقا متواجد على مستوى كذلك الآليات التشاورية إيقا أرقتي في التبعيد لطيف وعمو بن حمد من مواليد 1946 بمدينة تيزنيت ميسن ها 74 75 غالبا 75 غير هكادير كاتينو كادير غيس لك راه الجمعية الثقافية اللي زعما اللي راه يعمر يزري لا غيس الفروع الجمعية تنضي برا وكادير لقيت اصدقاء السينما المسرح لقيت كل كرا ولكن قلت لك الجمعيه اللي تيبنا نحو كادير سكن تيتو كادير سكرنا سي وتسنسن بدي حتي غرين وماس زنيت حماس مسيد حماس وخربيش حت زنيت ثم دراسة تعليم الاصيل قرتي زنيت ترودانت ثم بكالوريا حفاس تحق الجامعة في 1900
65 66 كي شكر على اقتراحي نيت مات نحليت نشاطني نحا حلا الفروع عن الجمعيات تاعش علاش ونشكر الجمعيه وكادير الجمعيه اللي كانت نيت وكادير شمن كنجيش فعلا الفكره تزيكيز نمت سين مناو ارنتمونا منو نقا لقي السي احمد شرف الدين لقي السي عايش الاستاذ الفاروقي بانيا الاستاذ بانيا المهم مد اللي ساقنا مركز تكوين المعلمين رجال التعليم ولكن لا نقيس سي مد لوري لا نحمس التعليم التيكان الاستاذ عمو الاستاذ الفاروقي ريح كليه الحقوق حرباط وين حومز احنا اجازه يقر مشروعين و هاد كمل حد الدراسه حمس برا اوروبا ولكن ظروف اجتماعيا يعني ورتلا امكانيات كش محسن المحاماه حربات 1969 ثم اشك حد سوادير 1970 كمل حقيس غادي يبقى نحت مرينين محامي ثم مفتوح في فرنسا حقيس عامين حتى 1974 نقلب واحد سوكادير بديح المهنة رزمح المكتبين وحوكادير كمحامي سوس غاسة اسمي ياسان عبد الأستاذ لطيف عمو من بداية الثمانينات اللي حسن كنكون طلبة على مستوى مراكش نسفل نسنت من خلال المواقف اللي سكر الطلبة وخاصة طلبة اللي نتروان زنيت اللي غاوكودان في حالة متابعة بسبب مجموعة الأحداث اللي تراني حمسن زنيت حمسن 81 الدعم اللي ياسني تقدم الدعم اللي تقدم لجميع الطلبة غاوكودان اللي تابعني الدراسة نسن حكريقة ماني حربات ولا مراكش ولا حكريقة ماني البرنامج مزوارو اللي احنا أسس الجمعيات لا يات المبادرة سكرت يات الجمعية الثقافية مكراس يسماس الجمعية جمعية النطاق الثقافي منا الجمعيات اللي بحرس سفر حتى انت تسكر كرام النشاط يسي خصنا قيس نحضر عدا نعدوه نتفق نا إخصان قيس نحضر دازسنا الدورة الثانية الجمعيينا ردنا التسكر ستحتضن جمعية العمل الثقافي والاجتماع هو قدير من الصفات إنه مليح مزيح ورحمي لحد الظلم كنا كيريجيت وهذا هو ديقان ين حماس الدوافع كل مقرنين اللي اخترح المحاماة يعني الدوافع يضنين هو أن التكوين المجال القانون يحيق التكوين متكامل يحيق سيلا الجانب الاجتماعي الجانب الفلسفي الجانب الحقوقي الجانب الإنساني كل العوامل تنيت غن منظومة القانون منظومة القانون الأساس نسيقات الحقوق من بعد نميسن في الديز كذلك حماس 97 بمناسبة الانتخابات البرلمانية الحقيقة برلماني وأكثر من ذلك من كودان تبدأ العلاقة وقار اللي تطور من خلال الحقيقة رئيس الجماعة حماس 2003 من 2003 إلى 2015 هاد المهنة علمت انت علمني العدد الامور في الحياه واحد علمتني نكون انسان فنمكن الانسان معناه دارك في القدره الانصات تسند التميد سمعك تسند بعد تسلتك راح يسولت فهمت ما حرات فهمت تفهمت الظروف نس ما يقال الدوافع ما يقال اسباب الحاله شكو دارس المشكل ولا المشاكل خصك المساله الثانيه خصها تتعاون
سنت مالك ساتي تسفوغ دو حماس القلق اللي حله ولا المشكل اللي دار سلان مواقف الناس كانت حزب يساري تقدمي اسمو قول حال الانسان انت انا كان جوهر التنميه سميتو من بين الحويجات اللي لقيت نستافد حماس اماس التجربه اللي نعيش حماس المجلس الجماعي كمستشفى جماعي ان هو البعد عن في التجارب الدوليه بالخصوص التوأمة اللي في بيد مع سان جوني من بين المؤسسين التوأمة مع سان جوني استفدت كثيرا خصوصا اللي حكي طالب نشاط داري نشاط سياسي داخل حزب التحرر الاشتراكيه داخل المنظمه الطلابيه الاتحاد الوطني ولكن من بعد تجربه بالخصوص اللي زرح انتخابات 76 فهمه بان المغرب ارتيغا مستعد ارتيغا ينتج الممارسه المكانين ويلحمس المجال الحقوقي ماشي المجال السياسه ماشي المجال الحزبي فكان عندي شرف داريا شرف يحيى نحن المؤسسين المنظمه ديال الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان سيغانس اللي زوار نشتغل قيس حكادير نسكن الفرح غير نشاط مده طويله في اكادير ثم مشاكل اللي وقعوا ومحاوله اللي لان باش استمن عن تطورت الامور الى انه يحيى نحن المؤسسين كذلك المنظمه المغربيه لحقوق الانسان اللي دارت لها تصور مرحلي تصور جديد لمفهوم النضال الحقوقي في الاشكاليه المغربيه انذاك تنطق ليك في اخر السبعينات بدايه الثمانينات نصدرني بانه ايجايان عماسين فلاس يزرفان وفقان ماشي غير حماس للمغرب ولكن على الصعيد الدولي سلفضل الاتصالات نس المشاركات هي العدد المنتديات الامم المتحده اللي استهمنين الجانب الإزرفان وفقان في مختلف المجالات ونش كان يجعلت أنه وريت قبال نهائيا ولا يقفوسنس كل ما يمكن أي السبب أضيع يعني مد نزرفان بل أكثر من ذلك كل ما يتضران ولا كل ما يتيقاس نحمس المواطنين ولا المواطنات يرقاز ولا تمغارين مطهد محمس الحقوق أريد تفاهم بس ناس الأستاذ عبد اللطيف وعمو يعني يوسكلو اللي سر دي تشكا باش دي سي بي دي غافوسن سوفوسن سر كادي سي وريزرفانس ني سكرمانيك باش يزرفانا داس سني تمتع الانسان سل قدام إيك كذلك من بين ميد اللي مقرنين اللي دفعنين في زرفان انت مغارين التحرر انت مغارت باش تسترجع الكرامات باش تعيش على مستوى المعيشه اللي هي صدمن اللي صدمن ازرفان الكونيه يعني الحقوق الكونيه بصفه عامه كفاعلين جمعويين لقليت نتفى لقليت نرى ارت نتفى لقليت نرى حماس تاثير الورشات والنقاش وكذلك حتى الترافع لان ممكن نخدم حد الجانب هذا الترافع على مجال محميته قال المحيط الحيوي دائما دعما سي يقى متواجد على مستوى كذلك الاليات التشاوريه يقى اركتيف تبعيد تصورنس عرفت تبعيد ملي يقتنع سياده القضيه رقتي فتو رغم الاكراهات اللي تواجهت حماس المحيط بالخصوص حل جوانب هذه المساطير ولكن الرغبه الجامحه تلا ترشحت للانتخابات البرلمانيه في 77 97 سكان زنيت قمت زنيت كفاني تيقانسن فحدا قايلو حماس البرلمان بدستور جديد 96 بحكومة جديدة أول مرة تلا الحكومة تناوب كيترأسها السي عبد الرحمن يوسفي الله يطول في عمره في أغلبية
تحالفات الكتله الوطنيه، وفي حد الفضاء مناسب يسعى لمساهمة مدني الضنين في البرلمان. من بين المؤسسين انت السي الاستاذ بنواري، السي حسن بنواري، يا الاتفاق ما بين حزب التقدم والاشتراكيه مع الاتحاد الاشتراكي لتاسيس هذا التحالف، واللي استمر في ولايتين الا الاتفاق ما بين الحزبين باش تستمر نحمس امس التحالف. كيف لقيت يا تجربه ناجحه سي مايدي كشم اللي غيكشم سو كبار يرزم البيرونس اغتغرمت نوكادير لا فيل نوفيل اتمنت مزكيدان لبنان اغتيزيان اركوتي غماسد تيزينا دارسنت الدا نغتيزينا درنا تلا كرانت موكريس غوزرف نكتين ردارسنت الدا راغد لي تكاتو كتي في السين دزتيزينا نرى ان راه كرانت برات السلطات نغي نبداد ارنت داز دار عبد اللطيف وعمو افاد داغيارا راسنتيني منرا غتيزيان راغي تارا تبرات ستيرانز ارت نتاوين كني الكاتبانز افاد ضغط الطبع طباخت الهم الاول حداري رغم بعض الاحباطات رغم خيبه الامل رغم تحولات رغم تقلبات انما تنظم هذا فكري الصمود والصبر والايمان المستقبل هو السلاح اللي سيمكن افلس نعتمد كجيل يساري ديمقراطي ديمقراطيه قيس ديمقراطيه دارس تلاحو سوين قمنس سيسي سوين قيم، ولكن في نفس الوقت ارتيتيني ارسيسي سوال، ولكن اكثر من هذا ارسيسي سوري ما يقول ارسيسي سوري بمعنى كي سنتيني كني تقا دارس فكر وقول وفعل يخدم عندي النيوط والمستوى غتورينت اكتين ناري سوري اي اللي غير الكميه وسوير اللي غير صدر الدياوي توقت تعريمن دي توقت المنخرطين توقت وانا وميد نياضن نيس وورين اشكو تقدم والاشتراكيه تقايت المنظمه تسرتيت نميد نيس وورين صدر غادي نيغ ماذا تنوري لينا الطبقة العاملة دين خارط غوكاوار من تقدم والاشتراكية هاتي مسلسانيت دوسوينغم من الطبقة العاملة الفكر طبقي ديال الطبقه العامله الهم من كله غاكودا الحديث عن تحليل اسباب مانيك ومصلحه المغرب، وكان يعني تنبقى بعض الخطرات تنبقاو الليالي طوال يعني كانه نقصد نخاف الاستمازير في بلادنا. ف ما تنذكر هي العدد التحاليل الاوضاع الداخليه انت مازير اوضاع ارتباطات الخارجيه كذا، ولكن يجمعنا الا ينزلق البلاد لا يقع تزعزوع لربما يفقد التوازن، لان تجمعنا كذلك الفكره ديال الايمان بالمؤسسات مثلا المغرب. الجانب الاجتماعي يقدم كيزوستاد عمويات اللي الدور كان مهم جدا خاصة من خلال المؤسسة يداتي اللي استطاع تفكو يعني تيموكراس نتدوسي الصحة هي العداد المواطنات والمواطنين حمس التيموضان شقانين سواء طفنت العلاقات السرطان ولا القلب ولكن من مختلف الاشكال يصدر اي رزم العلاقات ديال عدد المنظمات طبيه ولا صحيه على الصعيد الدولي يستفد نقيس ميدن لا حماس نتمازيرت ولا حتى حماس نبرا الا ما يتيسان مع كريمودان يدوس الدار البيضاء هذه داس برا المغرب باش يتعالج، بل اكثر من ذلك تسكار باني انترناسيونال لحكش من العداد
يمسكارن على مستوى الدولي فرنسا اوروبا غيرو كش من كيستروان تمازيرت تقيات المنظمه اللي طفني لهذا الامتدادات تصدر تقيات الفكره يقال يستوهمان غرس الاهتمام محلي الا درس يلا اهتمام اللي كان محلي بس سورين ارتبيد غرف الاهتمامات اللي كان محلي وحدوت مش لدرس يتزدايت تتغاو سوين ان الدري اللي هو الدربار مقرن يتمازير تنسى الفكر زدار غادي نيغ مسد سون الياد دو سوين قماد يكتين ناري سووري اي اللي غير لكم البرلمان اشكو يزدار ايكشم ستاي ديفكاتوك تتغاو سوين تيمينو سينا تيزيان غي نايميد هاتي ستاي مش ميسو همان ميلا نغدارات نستاي يا ما وراء انتخابات طرت انتخابات ما يدري بالنظيف بداية مشروع المشروع ديال ديال الاسترجاع الوحدة الترابية الصحراء ف كان ديك الساعة واحد مسودة زي ما تطبع الكتاب ديال الصحراء المغربية ديال علي عتا كان يعني كان واحد الوثيقه اللي تنتدرس باش نستعبوا المعنى ديال الوحده الترابيه ارغاز بستين شلهيت نزهرت يعني التنميه باش تزهر تمازيرت باش تفركي تمازيرت جميع المجالات الاقتصاد الجانب الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا الثقافي ولا البيئي الاريطاج أرجزاد إلا درتي هو الدور برام قرن إخصايغة نهضو إتسوتا نسيد الفارن أشكو عود لطيف عمو جوجيغ ديال الإرث برام قرن أرستورغ إين بداد نتغيوان نتيزنيس أتحضون مياد لي يغدي في عود لطيف عمو لصالح البلاد المشاركة في الحياة السياسية كتاني مما قدر ما تاني هو التعبير عن حسن نية وإرادة المساهمة في بلورة مشروع الجديد ديال البلاد. اسمع اسمع أكدودي عزان غي كذا يقع عبد اللطيف وعمو غي كلي استزران ويلي ديسنيا الكامنين غي مغناس نيسرتان ولي مدان دغي كلي سيزرة تاورينس أمغناس يوسينا نزقوم نتسقال لي غيلا أريد تزال فوفساي نتمكرسين مدن أريد تسلاي تغويت نس نتيزين نغتلا أريد صدقورتي في الوين نووانك الضيضي أمعين إكويان إسكير توري إلى نتيج تيلي درس غلاغال ختمي زارنسوس ولا غسوير أنامور أكون غفرة أرتيكل تيادنين ذووريك يادنين غيمسكير نمزروي يستحق أي لي أيكشن سوم زروي من خلال أنه يجريان حماسين إن بداد يلحم سكارن لصدرنين أدحول ليت المجموعة الأفكار يسارية تقدمية من مجرد أفكار ومبادئ إلى أمور ملموسة معاشة على مستوى الواقع تكفى النتيجة جعل ميدنا أنه قد تصالح دداتنس جعل ميدنا أنه تصالح للمؤسساتنس بل أكثر من ذلك أي لي النوع الإقبال في المؤسسة ذاتي سي النوع الوضوح الشفافية
انت عبد الله فرح خشيك مكينو قارن لا اذا محروس لنا لازم نمشي نخفن كتي سنت ميتيني اسيان ما تريد تدور اسكت دي خد فقسي وري لله عبد الله الاول اي ديغن اتهجم تسل بحر ورني غاك هاد الشخ الدولة مين للصريخ الزر الدولة مين من اللي ديتيني لي تسادغي في متازم